بسم الله الرحمن الرحيم. قادرت الآن أقر ومعتقدات دينية في إزالة التمكين. إلى الساعة تقريبا حوالي الساعة 10 صباحا تم اعتقالنا وعدد من الإعلاميين وعدد من المتظاهرين. وانتظرنا ساعات طويلة جدا في انتظار التحقيق معنا، وتم التحقيق واستغربنا انه يعني في زمن حريه سلام وعداله كيف يتم التحقيق مع الاعلاميين فقط لانه شالوا كاميراتهم وشالوا اقلامهم ومشوا عشان يوسعوا حدث زي الحدث اليوم. يعني انا بفتكر انه الحريات في السودان في خطر، وبعتقد انه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان المعنية بالحريات الصحفية نحن نثق لها نداء، لأن الإعلام في السودان الآن إذا بيتم يعني عن ما حدث معنا اليوم صراحة بعتقد أنه حيزعج أي صاحب قلم شريف أو صاحب رأي. يعني بعد اعتقال طويل قابلنا وجدي صالح ودكتور صلاح مناع واعتذروا لنا وقالوا والله يا اخي يعني احنا يعني متاسفين وقد يكون الامر حصل عن طريق الخطا وما في استهداف للاعلام والصحافه، ولكن انا بفتكر انه عمليا نحن تمت اعاقتنا اليوم وتم اعتقالنا بدون اي سبب سوى احنا يعني مشينا نوثق الاحداث دي. أنا بشكر كل الناس اللي وقفوا معي، كل القنوات الفضائية داخل والخارج، أنا بشكر كل الإعلاميين، كل أصدقائي، كل زملائي، أهلي، جيراني، كل أصدقائي في السوشيال ميديا اللي وقفتنا الكبيرة ومساندتهم لنا، وبقول لهم نحن على الطريق، نحن ناس مهنيين، بالنسبة لنا بغض النظر عن الحدث شنو، نحن حاضرين، نحن الثورة دي ممن طلعها. صورناها جوا وأرضا وبرا، وأكبر مخزون الآن موجود على الثورة السودانية موجود في منطقة عدن، وبالتالي نحن حضور في كل الأحداث بغض النظر عن الجهة المحركة هذه الأحداث، لأن الإعلام يقتاد من الأحداث، مطلوب منه أن يكون مهني ويكون صادق مع نفسه ويقدم رسالته دون خوف ودون تردد، ونحن لا بنتراجع ولا حنخاف، نحن راينا بنقوله وسلاحنا هو الكاميرا والقلم. شكرا جزيلا.